هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا موضوعنا الرئيسي يتعلق بتأديب محافظ الشرطة في مركز السحاولة وكنا البارح سمعنا إلى أحد ضحايا التعذيب اللي ولا يقوم يضرك اللي هو صديق دعدي اللي قلب الفيستا ورجع عند الجلادين ديالو اللي اختصبوه كما يقولوا هو وفي جماعة كبيرة ماشي واحد برك يعني وداروا فيه المنكر واليوم رجع يخدم عندهم باش يسب الأحرار ويطاول عليهم ولكن فضح روحه لأنه روحه تقرأوا التعاليق على الموضوع تاع صديق دعدي ما كانش واحد اللي صاب له مبرر قال لا وهكذا ما كانش يعني كشف روحه طيح بروحه انا خاصني نخم على ولاده وزوجته كيفاش يشوفوا معاه كيفاش يشوفوا فيه هذه الليله عائلته خوها وخرج له كيفه يعني اني باش عائله كلها كن دايره المهم دونك سمعنا وش حكي على التعذيب ولكن اليوم عندنا صورة تاع محافظ الشرطة عذبوه وخلاه في دمه المحافظ هذا شوفوه هنا على الصورة المحافظ اسمه ناصر بن ناصر ابن الراحل الجنرال ماجور اللواء العربي بن ناصر اللي كان مدير القضاء العسكري وتم اغتياله سنة 2005 من طرف رجال الأمن مش من أمن لا أمن رجال المخابرات قتلوه لأنه كان كلفوا بوتفليقة بالبحث في ملف المفقودين وبدأ يبحث في ملف المفقودين طبعا جميع من جي يبحث عن الشيء على الخرائط عن المخابرات الإرهابية يقتلوها قتلوه تقريب 20 سنة 19 سنة من بعد ولده بوعلاء بن ناصر عقيد في جهاز الأمن الخارجي معين قنصل في أليكونت يحبوا يدخلوه في مؤامرة ضد التبون والمستشار ديالو بوعلام بوعلام يرفض باش يدخل في هذه المؤامرة قال لا ماهوش دوري يعاقب يبعثوا لتندوف الحماقير بشار ده ومن بعد يجيبوه في محاكمة تاع تارق عميرات اللي كان هو مسؤول مكتب الأمن في السفارة الجزائرية في روما ثم في باريس واللي كان حصل على وثائق ضد بوتفليقة ولكن أعطاها للسيد بوتفليقة ومن بعد دخل الحبس خرج كذا منا ولكن زاد تورط في هذا المؤامرة ضد تبون وجابوه باش يشهد باش يقول يعني مني ما كانش مؤامرة ولكن هو دار العكس قال كان مؤامرة وطلب انه يجي شنقريحة وتحدى شنقريحة قال ارواح وجبار مهنا وحسين بولحية وجماعة من الخارج كي شافوها ذاك النهار الاول في الجلسة اجلوا الجلسة من 3 مارس 3 مارس يجي نفس الشيء شافوا السيد ماهوش باغي يحضر وكيل طلعوا حبطوه حبوا يربطوها زعما بلي راهو
هو اللي بعث لي في التسريبات تاع المعلومات، راك السيد رفيع حماقي رفيع الاخر هذا، وانا نجيب معلومات تاع شي يحصل في الجزائر العاصمه، شي يحصل في قياده اركان الجيش، اجتماعات في قياده اركان الجيش، اجتماعات في مديريه الامن الخارجي، في مديريه الامن الداخلي، واش اللي يحدث في مركز عنتر. نجيب معلومات ناس شرفاء في الجيش يمدوا معلومات، ما همش يمدوها هذاك على بالهم، على المش مد فيها يمدوها لي انا باش نفتحوا العصابه. هذا احد اساليب المقاومه ضد العصابه، ولانه كاين شرفاء في الجيش الوطني الشعبي اللي يستغلوا رجل كما يقولوا هما يثيقوا فيه، ونعرف معنى الشرف ومعنى الكلمه، وبالتالي يعني الناس على بالهم باللي ما يصرى لهم حتى مشكل، اللي نعرف كيفاش نحافظ عليهم. لو كان بوعنا بن ناصر اللي بعث لي في المعلومات ما نتكلمش عليه، نتكلم بطريقه ملتويه، يروحوا هما يدلسوا من غير اسماء. المهم تكلمت في الموضوع، ولكن اللي صرا كبير هو انهم لقاو القبض ليله العيد على الكولونيل بن ناصر، على خوه ان بيلوت وخوه محافظ الشرطه، ويحوسوا يجيبوا خوه اللي في فرنسا. وهذا الفرق الثاني راح نتكلم واش راهم مجدلو عن الشيء. اذا كانت هديه العيد لارمله اللواء العربي بن ناصر انهم خذوا لها ثلاثه ولادها وواحد منفي، صارت روحها معيده واحده، صارت روحها بدون جواز سفر باش ما تروحش تداوي، مراه مريضه لازم تخرج تداوي، ما همش قادرين يداويوها في الجزائر. اللي داوهم للمركز حوالي واحد تلقوه بيلوت هذاك، تلقوه لانه كان يشيد لهم في الفيسبوك وكذا ومنها، وبون قال يعني هذا الشيات نحتاجوه، فومي ما باش ما يستغلوه باش يجيب خوه الاخر، ولا كش ما شوش معاولين يديروا به شغلوا، ما نحوسوش عليه، احنا اللي يهمونا الناس اللي راهي اليوم تحت التعذيب. دونك كما شفنا ناصر بن ناصر اللي هو محافظ الشرطة، اللي هو خو الكولونيل بوعلا بن ناصر، ولد جنرال ماجور العربي بن ناصر رحمه الله. الور بوعلا بن ناصر اليوم راهو مفقود، اي حنا كنا حاسبينه بعثوه البليده، ولكن في البليده قالك ما كانوش في الطريق اللي مدينه مسكو من الدويره للبليده، بح ما كانش. وخوه ناصر اللي هو مفتش هو محافظ الشرطه تم تعذيبه، وريكم الصوره تاعو بسرعه لان ما قدروش نخبيها، يعني شي فظيع. محافظ الشرطه شوف اش دايرين له، محافظ الشرطه هذا شوف بالعكس، قول بلي ماهوش هو، نعطيك صورته هو. طبعا انا مانيش من الناس اللي يجيو يحطوا الصور تاع الرجال هكذا معذبين دايرين ونضرب النحل، لا انا غدوة ارفع رسالة الى المقرر لجنة المناهضة للتعذيب لمجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة، نرفع له رسالة باسم جمعية الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان في الجزائر، جمعية معتمدة في فرنسا، مقرها موجود في الدائرة الثامنة في 60 شارع فرانسوا 1 في باريس.
طبعاً باش نرفعوا رسالة إلى المقرر الخاص للجنة مناهضة التعذيب ونبعث لهم الصورة هذه، يعني ما نقدروش نسكت عليها، لا. نرفع كذلك رسالة إلى مقرر لجنة الاختفاء القسري باش نسألوا عن وجود عربي بن ناصر. صح درك يقول لك علاش ما درتوهاش على ولاد القايد صالح؟ ولاد القايد صالح ما كلفونيش انا باش ندافع عليهم، وما داروا ما ردوهمش على جال موقف سياسي، موقف ضد العصابه. بوعلى بن ناصر بلا ما يكلفوني عايبتو، بلا ما نحبس حتى انه خوه هذا اللي قال لك نمنعك باش تكلم على عايب، بس منعني باش تكلم على خالتي. انت تمنعني انت؟ روح دافع على خاطرك قبل دير شويه النيف ودافع على خاطرك. تجي تمنعني انت يا شكونك انت يا الشيات؟ على هذا يا سيد احمد بن ناصر، هذا الشيات كي نضرب لهم الشيطه، واحد راهو معذب واحد راهو مخفي. دونك باش نراسلوا هذه الجهات الرسميه الامميه وتخرج الحقيقه، ولا بد من الحقيقة تخرج تبان، لأنه خوهم الآخر الصغير فيهم توفيق بن ناصر بالك شوية ما بالوش، أنا بلغني أنه فيه عملية تدبر ضده حاليا، نتكلم عليها بعد الجينجل.